أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. كثفت قوات الأسد اليوم قصفها المدفعي والصاروخي على أحياء القابون وتشرين وبرزة الشرقي العاصمة دمشق، تزامنا مع اشتباكات تدور في بساتين برزة. وقال ناشطون في الأحياء إن قوات الأسد استهدفت منذ ساعات الصباح الأولى أحياء بساتين برزة والقابون وتشرين شرقي العاصمة بأكثر من 40 صاروخا أرض أرض ومائة قذيفة، إضافة لقذائف هاون دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم أمس قتل 13 فردا من تنظيم داعش في قصف جوي بالجانب الغربي لمدينة الموصل، فيما قتل جندي عراقي في هجوم للتنظيم غربي محافظة الأنبار وفق ضابط في شرطة المحافظة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن طائرات حربية عراقية قصفت موقعا للإرهابيين على طريق بغداد الموصل، ما أدى إلى قتل 10 أفراد من أفراد داعش. أفادت تقارير صحفية ألمانية أن الشرطة تحقق في فرضية تورط داعش بالتفجيرات الثلاث التي استهدفت يوم الثلاثاء حافلة تقل لاعبي نادي دورتموند لكرة القدم بعد العثور على رسالة في الموقع تذكر بهجوم برلين العام الماضي والذي تبناه داعش. وتشير الرسالة أيضا إلى مشاركة ألمانيا في قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش الذي يحتل مناطق في سوريا وفي العراق. قال مصدر ياباني إن البحرية اليابانية تعتزم تنظيم مناورات مشتركة مع مجموعة كارل فينسون الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية أثناء توجهها صوب شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة العسكرية يهدف إلى ردع النظام الكوري الشمالي عن إجراء المزيد من التجارب الصاروخية. وأضاف أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية قد تنظم إنزالا لطائرات هليكوبتر على سفن الجانبين. مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران لسنة أخرى ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيها على حد قوله، في وقت يسود فيه توتر بين الجانبين بسبب دعم طهران لنظام الأسد. وتتضمن العقوبات وفق لبيان الاتحاد تجميد أصول 82 شخصا وأصول مؤسسة واحدة. توصل علماء إلى أسلوب جديد قد يساعد في علاج شلل الرعاش عن طريق تخليق خلايا بديلة لإصلاح أعصاب وأعطاب المخ. وقال الباحثون المشاركون في الدراسة أنه يمكن حث خلايا المخ لتؤدي وظيفة الخلايا التي دمرها شلل الرعاش. ويفتقر المصابون بشلل الرعاش إلى الدوبامين لأن بعض الخلايا المنتجة له تموت، ولا تعرف حتى الآن أسباب موت الخلايا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.